صباح الفل يا ست الكل، يا امي، يا مدرسه. اتفضلي. ده اهدى ان شاء الله. ده ورد ليكي يا احلى قصريه زرع في حياتي. قصريه في عينك يا ايه الادب؟ ورد عشاني انا؟ اكيد حاطين لي جوه عقربه. من امتى يا اخويا؟ من النهارده. انت عارفه انا بحبك قد ايه يا امي يا مدرسه. اقول لك ايه؟ هات من الاخر. قصر قول. ايه ده؟ ايه؟ مال عينيكي؟ مالهم؟ البياض اللي فيهم مستر. انت جالك الكبد يا ماما؟ الله اكبر في عينيه. يا رب ان شاء الله عدويني. وصوت نفسك عالي زي الخنزير. خدي الادب. انت جالك رعب يا ماما؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو تعرفي بخاف عليكي قد ايه يا امي، يا ام الخلول. ومن امتى بقى ان شاء الله الحنيه دي كلها؟ من النهارده. انت عارفه انت لو متي او جرالك حاجه انا هعمل ايه؟ هتعمل فرح وهترقص فيه. لا طبعا، انا هعيط جامد جدا واحتمال ما اخرجش يوميها بالليل مع اصحابي. يا حلاوه. طب ماما، ممكن عشان انا ابقى مطمن اقترح عليكي حاجه وما تقرريش غير لما تفكري كويس؟ اتفضل. مامي، تحبي تروحي دار مسنين؟ استنى. اهدي يا منيرة. توديني بيت مسنين يا واطي. اجري يا واطي يا منيرة. وانت كمان اجري اجري اجري. طب استنى عليا. شايفني اتجنن؟ بقطع في هدومي. ما وريتك. استنى عليا انت والحيوان اللي معاك ده. منيرة بقت عصبية قوي يا بهجت. انا مش فاهم مالها. انا خايف تكون حامل. انا مش عايز اخش الجيش. اوعى. حامل ايه يا سلطان وهي في السن ده؟ انت عارف منيرة لو خلفت في السن ده تجيب بيبي عنده 40 سنة؟ طب هنعمل ايه في موضوع دار المسنين ده؟ احنا مش هنعرف نخش على فكرة. بالعكس يا سلطان، انا عندي فكرة. اهلا اهلا. جالي برجلك لحد عندي. تعال تعال تعال. مس داليا، يا مس داليا، انت هتعمل ايه يا استاذ نجاري؟ حرام عليك. انت مالك؟ انا هعمل ايه؟ انزلي يلا استلمي لي ضحايا جديده. يلا انت العبي بالتونه. ده انا هوريك اللعب بيبقى ازاي. بهجت يا بهجت. مين انت؟ نايم ولا ايه؟ معلش كنت مطبق امبارح فريحت شويه. طب بقول لكم ايه؟ بص يا سرور. ايوه. انت هترمينا هنا في الدار على اني ابوك وهو جدك، على ان واحده فيكم ابويا وواحد فيكم جدي. لا، على ان انا ابوك وهو جدك. ايه الصعب في كده؟ خلاص انت ابويا وهو جدي.